فمقاصد هذا الخروج إخواني الكرام لإصلاح النفس، تهذيب النفس، تربية النفس، تربية إيمانية، تربية عبادية، قيام الليل، الصلوات الخمس في جماعة مع تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن، ذكر الله، محافظة على الأوراد الصباحية والمسائية، المحافظة على الأدعية الواردة، والمحافظة على الدعاء. مقصود هذا الخروج محافظة على حسن الخلق، تربية النفس بمحاسن الأخلاق، بالتواضع، بالحلم، بكظم الغيظ، بالكرم. الكرم صفة بزيارة المسلم وإدخال السرور على الناس، بقضاء حوائج الناس. كل هذا عندما نخرج في سبيل الله نتعلمه، ونحن عندما نخرج في سبيل الله. مقصود الخروج في سبيل الله حتى نخرج من الهوى إلى الهدى. مقصود الخروج في سبيل الله حتى نتعلم التمسك بالكتاب والسنة. مقصود الخروج في سبيل الله حتى ننذر الناس. مقصود الخروج في سبيل الله حتى ندعو الناس إلى الله. مقصود الخروج في سبيل الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. مقصود الخروج في سبيل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. مقصود الخروج في سبيل الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مقصود الخروج في سبيل الله قد أفلح من تزكى. مقصود الخروج في سبيل الله حتى يزداد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مقصود الخروج في سبيل الله لإحياء الدين الكامل في العالم بالكامل، حتى يدخل الدين في كل بيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ محمد إلياس من مقاصد هذا الخروج حتى يتعلم المسلم ما يجب عليه من علم الدين، وحتى يدخل العلم في كل بيت فيتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود هذا الخروج، لأن من ضمن الصفات صفة العلم، نتكلم عن فضل العلم ونرغب في فضل العلم، نرغب في فضل العلم، فيكون عندنا العلم على نوعين: علم الفضائل نقرأ في المسجد وفي البيت، علم المسائل نتعلم المسائل، مسائل العقيدة، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، مسائل البيع والإجارة والنكاح والطلاق مع المشايخ، مع علماء المسائل والفتوى، مع العلماء الربانيين الذين أعطاهم الله العلم والتقوى. هذا هو مقصد الخروج في سبيل الله. لذلك في نهاية البيان نقول: من مستعد يخرج في سبيل الله حتى يأتي عنده هذا المقاصد، تأتي في حياته وحتى ينشر هذه المقاصد في العالم؟ من مستعد ينشر الهداية والنور والخير في كل العالم، في كل القارات، ينوي ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، إن نوى ذلك ومات على ذلك ليعطينك الله هذا الأجر كاملا. من نوى الخير ومات وهو ينويه ولم يستطيع أن يقوم به أعطاه الله الأجر كاملا. فمن عنده النية يخرج في سبيل الله، تعلم فقه الهداية، فقه الدعوة، فقه الإيمان، فقه الأخلاق، فقه العبادة، وينشر هذا الخير وهذا النور في العالم. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.